متى جاكم النداء؟ النداء من مدير البلدية. التبليغ الساعة 6 الصبح جانا. نعم. بأن اكو بيت انهدم في منطقة قديمة. توجهنا إلى المنطقة، فأهل المنطقة هم علمونا بين بعض الزقاق بين وقع هذا البيت. نعم. فتوجهنا التوجيه. هسه أنتم ايش عاد تعملون؟ هسه نرفع الإنقاذ من داخل الفرع. نعم. إلى خارج الساحة يعني، ونرجع نحمله بقلباتنا. نعم. نعم. زين، اريد اسالك اهم المعوقات اللي تواجه الكوادر، يعني متواجدين هم الشباب كوادر موجوده، اهم المعوقات. ما معوقات، احنا شنو المعوقات؟ عندنا عربان، بس العربان عندنا ما يفوتون جوا. اما هاي الزقاقات الضيقه، شفرات هاي الصغيره عندكم كثيره بالنسبه للهاي؟ هذا هو التوجيه عندنا بس، ونشتغل عليه بس هذا يعني حقيقة. والكادر ما نام بالعربة، أنت قدامك الكوادر متواجدين بكثرة، بس يعانون أنه يحتاجون من هذه الآليات الشفر، هذا الشفر الصغير الوحيد اللي يستطيع أو يطيق يدخل إلى المدينة القديمة، إلى العوجات. بس هذا الحجم يدخل. مرحبا. أنا مرحبا. هسه أنت مع تشيلوا طلعون هاي الأنقاض من الصبح بديتم؟ إيه من الصبح بدينا نطلع بين الأنقاض. نعم. اي شرط، بس هذا انه الاليه تشتغل عندنا هنا، هي رفيعه الطيقه تفوت بالافرع هنا. يمكن بس هاي عندكم؟ بس هاي الاليه. هاي ايما منطقه؟ منطقه الجامع الكبير. جامع الكبير. هاي ايمتى وقع الحادث؟ والله يومي قحايط. لا لا لا، الحايط على الفلش. يعني هذا هم هذا من اللي السقوط هاي عندك هذا البيت كله يقع. نعم. بالنزله عندك هون بيت هم وياهم الحايط ويقع بس يضيق لك. زين، اشنو هاي الاسباب انه البيوت بدت تقع؟ ما اقول اعمال، لا ابي صاحب البيت يجي يعمر، لاكو شيء، شغل ماكو، عالم قاعد يبطالها اشت. يعني لو يعملوا له صيانه مثل قبل او ترميم تقع؟ ايش وقع؟ سيلات عمر ايش وقع الحائط هاي؟ ما يقع. هذا ايمتى وقع؟ والله اللي عظيم البهى العصر وقع على هنا، طبعا سوى كارثه. خطيه الجهاز كانوا يلعبون، الله سترهم فاتوا جوا على بيوتهم. ايه، ولا كان راح منهم خطيه. هاي العصر وقع. ايه العصر وقع. ايوه. اريد اسالك سؤال. يعني هاي البيوت كلها اغلبيتها اعمار، يعني اكثر من بنت اكثر من 150 سنه. ايه تمام. تمام. ما قبل ما كنا سمعنا بيت وقع. لان كان اكو تعمير. بيت وقع، بيت يقع، حيطان بدت تقع. يعني البيوت متروكه، اصحابها ما موجودين، ما عندهم امكانيه انه يجون يعمرون او يجون، يقول لك انا ما عندي اقعد ايجار، ما عندي فلوس اقعد اعمر، وهي يرادوا مبالغ كثيره، ما عندهم تعويض، ماكو، عالم من منها ما عندها، تشوف لاكو لا اشغال لا وظائف. يعني تريد تقول انه لو اكو تعويض العالم ترجع على بيوتها، عمل الصيانه اللي بيوتها ترجع ترميم ترجع على بيوتها. لا تقع. يعني اكو سعاده البيت الاخ معرض للسقوط من اثر الاحداث هذا ام لحد الان؟ يعني هذا هم مقوص او شيء ماله، هم داق عليه عايزه مي، داق عليه كله عايزه مي. هذا اذا وقع على لا سامح الله، لان هذا طريق عام، عالم تروح وتيجي من عنده. هذا ايمتى وقع يا بنت؟ العصر. ايمتى وقع؟ العصر البيحة. البيحة العصر؟ انت كنت موجود؟ ايه كنت موجود. ما خفت؟ مثل من الخوف، ما خفنا.